هي العربية المسروقة اللي تم ضبطها اليوم. دي سيارة مبلغ بسرقتها في محافظة الشرقية، كانت بتحمل الأرقام دي 71086 ورخصة التسيير رخصة مزورة ولوحات لا تخص السيارة وتخص سيارة أخرى. تم ضبطها بصحبة أحد المواطنين في مدينة الحمول. جاري عمل المحضر اللازم، اختار مالك السيارة الفعلي بضبط سيارته المبلغ بسرقتها، وجاري عمل المحضر اللازم بالواقعة وواقعة الضبط الخاصة بالسيارة.